يصادف الخامس من يونيو من كل عام اليوم العالمي للبيئة، وبهذا الصدد قدم وزير البيئة والصيد برا محمد بيانا صحفيا حث فيه المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة وعدم استخدام الأكياس البلاستيكية اللدى. نستمع إلى بيان الوزير في ميكروفون الزميل محمد حسن أدم. Notre pays, le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce jour 5 comme à l'accoutumée, la journée mondiale de l'environnement. على غرار دول العالم، فإن بلادنا تشاد تحتفل باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف تاريخ 5 يونيو من كل عام، وأن هذا اليوم قد أقرته منظمة الأمم المتحدة لتعزيز الوعي الخاص بالحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وأن شعار هذا العام 2017 هو التقارب مع الطبيعة، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. ومن الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة هناك عمليات تهريب للأكياس البلاستيكية والمعروفة محليا بالليدا وتداولها في أسواق العاصمة أنجمينا، وأن البلاستيك يؤد من المواد الضارة والملوثة للبيئة ويؤثر سلبا على صحة الإنسان والحيوان وكذا الموارد الطبيعية، وانتشاره في الأسواق والأماكن العامة لا يساعد في نظافة المدينة وجمالها، وأن هذه المعاملات لا توافق مع رؤية رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وانتهز هذه الثانية لأقدم نداء لجميع المواطنين بأنه يمنع منعا باتا استيراد وتجارة واستعمال هذه الأكياس، وأن القرار الذي يمنع استعمال الليدا ما زال ساري المفعول في جميع المدن التشادية. كما أطلب من السلطات الإدارية العسكرية وشرطة البلدية والجمارك منع استيراد هذه الأكياس وتجارتها في الأسواق، وأدعو التجار على التحلي بروح المسؤولية والمواطنة واحترام القوانين، كما أنه ستقوم شرطة حماية البيئة في الأشهر القليلة القادمة بحملة تفتيش ومراقبة في الأسواق بمدينة أنجمينا. وفي الأخير أدعو الجميع للاهتمام بالحفاظ على الطبيعة وتضافر الجهود وبذل المزيد من العمل من أجل بيئة خالية من التلوث.